لأنه الحياة بتلبق لك، ما تخليها توقف عند الاستهتار بصحتك. ما تفكري مرتين، احمي حالك من سرطان الثدي بالفحص المبكر. حياتي كنت بتخيل انه تكون قاعدة بمؤتمر طبي، من 3 سنين ما كنت بفكر بهالشيء. بس لما يعني تعافيت قررت انه احكي عن الموضوع، يعني من خلال فني، يعني من خلال رسالتي الفنية، وعملت كليب ودويت على هالشيء. واختي من ورا اللي عملته عملت فحص وطلعت بمرحلة، كانت بستاد 3. أنا اكتشفت إصابتي بالمرض بكير لأنه عملت الصورة الشعاعية، واليوم انتصرت على المرض. ومثل ما أنا كنت قوية فيك تكوني أقوى، لأنه الصورة واحدة بتحميك. ما تترددي وعمليها اليوم قبل بكرة.